قال متحدث باسم الحكومة الألمانية يوم الخميس أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حثا إسرائيل وإيران على ضبط النفس لتجنب المزيد من التصعيد في الشرق الأوسط. وقالت ميركل في كلمة أثناء تسلم ماكرون لجائزة شارلمان الرفيعة في ألمانيا إن الوضع معقد للغاية وأن التصعيد على مدى الساعات القليلة الماضية يظهر لنا أن الأمر يتعلق بالحرب والسلام، ودعت كل الأطراف إلى ممارسة ضبط النفس.